هذه المحاضرة تحت عنوان آية من سورة هود، يأمر الله سبحانه وتعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالاستقامة، وهي لزوم الصراط المستقيم، ويشمل ذلك الأقوال والأفعال التي يرضاها الله سبحانه وتعالى والتي شرعها لعباده. فقال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والاستقامة يطلبها من مزاياها وفضلها أنها يطلبها العبد في صلاته في كل يوم وليلة 17 مرة أو أكثر. فيقول الإنسان في صورة الصلاة أو الشافية أو الكافية أو الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء: فتكون الاستقامة بمعنى الثبات ولزوم الصراط المستقيم، لأن الإنسان ما دام أنه في طاعة وصلاة فهذا يدل على أنه فهذا يدل على أن الاستقامة لها معنى زائد من معنى لزوم الصراط المستقيم، وهو الثبات. أيضا من فوائد هذه الاستقامة وثمراتها ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال العلماء: وهذه من ثمرات وفوائد الاستقامة. ربنا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال بعض أهل العلم: تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وعند القبر وعند الحشر. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت بالتثبيت، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله في الحياة الدنيا عندما تخرج الروح، وفي الآخرة: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والإنسان يحتاج إلى تثبيت، لأنه يا أخواننا هو خارج من مرحلة الحياة الدنيا والناس حوله ومختلط بالناس ومستأنس إلى حياة أخرى لا يعلم عنها شيئا ولم يرى منها شيئا، وهو ذاهب إليها وحده، فيحتاج إلى التثبيت، ويرى من المناظر الهائلة منذ أن نزلت عليه ملائكة القبض عليهم السلام، فلا يدري أيأتيه ملائكة الرحمة أو العذاب، فيشتد عليه ذلك الموقف. ولكن من كان مستقيما على هذا الصراط ومن كان ملازما وثابتا لهذا الطريق الصحيح الذي هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزل عليه الملائكة بالتثبيت: ألا تخافوا. قال العلماء: والخوف يكون مما يستقبل. يقول لك نحن خشينا مرحلة ما عارفين الحاصل فيها شنو، فيكون الإنسان خايف
من الشيء الجاي في المستقبل. ولا تحزنوا أي على ما فاتكم ومضى من أمر الدنيا ومن أموالكم وأولادكم إلى آخر، ألا تخافوا ولا تحزنوا. أها، وأبشروا، وهو خارج من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، ربنا قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، أي نحن نتولاكم في الآخرة كما توليناكم في الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا، أي مكانا معدا للضيف من غفور رحيم، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه ثمرات عظيمة يحتاجها العبد ويسعى لنيلها، لأنها من الأمور العظيمة ومن الفوز والفلاح الكبير الذي يسعى إلى نيله كل مؤمن وكل مسلم. فربنا سبحانه وتعالى أدانا البشريات دي للإنسان اللي بيستقيم، يستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتدارسون هذه الآية فيما بينهم ويسألون عن معناها، كما نقل العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره المسمى بتفسير القرآن العظيم أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه صديق الأمة قال يوما لأصحابه: ما تقولون في هذه الآية؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. شوف سبحان الله، العلماء قالوا بتنزل في ثلاثة مواضع: عند الموت، وعند القبر، وعند الخروج يوم القيامة. ودي كلها أخواننا أهوال عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وعبادة رضي الله عنهم أجمعين قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، يعني الإنسان مطبوع وأصلا مجبول على أنه يكره الموت والفناء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن المؤمن عمل بطاعة الله فإذا حضر الموت بشر بالخير، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وأما الكافر أو المنافق فإنه يعلم سوء منقلبه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. ده الموضع الأول. الموضع الثاني عند سؤال الملكين في القبر، ودي عقيدة راسخة عند المسلمين، إن أخواننا يفتن الإنسان ويسأل الإنسان في قبره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه الذي هو في المسند وغيره، أن النبي صلى الله أن البراء قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار، قال: فأدركناها ولم تلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي عود ينكت به الأرض، فقال الحديث الطويل: إن الرجل إذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، قال: فيقولون: أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب، أخرجي إلى ريح وروحان ورب راض غير غضبان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من في السقاء، قال: فلا يدعونها طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء، فيقال: لمن هذه الروح الطيبة؟ فيقال: لفلان ابن فلان بأطيب أسماء التي كان في الدنيا. بعد ذلك تنزل هذه الروح إلى الجسد، ثم يأتيه الملكان فيقولان فيقعداني، ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: الإسلام. ما تقول في هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: هو محمد رسول الله. فيقال له: ما علمك؟ فيقول:
قرأت القرآن وصدقت، أو كما قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. وجاء في غير لفظ الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك في النار. قال: فيفتح له باب فيرى مقعده من النار، فيقال له: إن الله قد أبدلك به مقعدا في الجنة. ثم يأتيه رجل طيب الهيئة، حسن الهيئة، حسن الثياب، فيقول: من أنت؟ فإن وجهك الذي يبشر بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: أي ربي أقم الساعة، أي ربي أقم الساعة. ثم ذكر حال الرجل الذي كان في انقطاع إلى الدنيا وإقبال عن الآخرة، فتنزل إليه ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من النار وحنوط من النار، فيقال: أيتها الروح الخبيثة، كنت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى رب ساخط غير راض. قال: فتتفرق في الجسد. قال: فينتزعونها كما ينتزع الشوك من السفوت، الصوف المبلول. قال: ومعهم كفن من النار ومسوح من النار، فلا يدعونها طرفة عين. قال: ثم يصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربها، إلى السماء، فيستفتح أهل السماء، فيقال: لمن هذه الروح الخبيثة؟ فيقال: لفلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم تطرح روحه طرحا، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يأتيه الملكان فيقعدانه وينتهرانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار. ثم يأتيه رجل خبيث أو كريه الرائحة، كريه المنظر، فيقول له: من أنت؟ فإن وجهك الذي يبشر بالسوء. فيقول: أنا عملك السيء. فيقول: أي ربي لا تقم الساعة، أي ربي لا تقم الساعة. ودائما يا أخواننا، المسلم والكافر الذي يؤمن بالقرآن والذي لا يؤمن بالقرآن لا يشك أنه سوف يلاقي الله سبحانه وتعالى، أو أنه سوف يموت. حتى اللي بيقول لك الله ما في ذاته مقتنع أنه حيموت، لكن ليس الأمر ما أنك تموت، لكن ماذا بعد الموت؟ زي ما كثير من الناس بيقول لك آخركم تراب، وربنا سبحانه وتعالى قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالملك الحق لا يمكن أن يخلق الناس عبثا، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فلا بد يا أخواننا الإنسان يتلمس طريق النجاة وطريق الاستقامة. أول معالم هذه الاستقامة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه سأل أصحابه عن هذه الآية من سورة فصلت، قال: هم قوم استقاموا على الصراط المستقيم، وقال بعضهم: هم قوم أتوا بالطاعات، إلى آخر. فقال: والله لقد حملتموها على غير المحمل. هم قوم استقاموا على لا إله إلا الله فلم يشركوا بالله شيئا. ده أول أمر في الاستقامة، أول معلم من معالم الاستقامة، أن تستقيم أمور العبد مع ربه تبارك وتعالى، فيعلم أن الله ويوقن أن الله ويؤمن أن الله هو الخالق وحده، الرازق وحده، المدبر وحده، الذي بيده الأمور وحده. ثم يضيف إلى ذلك أنه لا يصرف عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله لغير الله سبحانه وتعالى،
فلا يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يتوكل على غير الله، ولا يفعل شيئا من الأمور التي تناقض الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عشان كده العلماء قالوا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، وده أخوانا الناس محتاجة له في زمن بتاع ماديات وزمن بتاع شبهات خاصة لنا معشر الشباب، وشبهات تتخطف الناس في الجامعة وبر الجامعة، والنت بقى مفتوح للناس، فلابد الإنسان يتعلم هذه الأمور ويكون قوي في دينه، لأن يا أخوانا إذا فسد هذا الإيمان من صلح بعده شيء. إذا الإيمان فسد وبقى ما عنده قيمة، إنسان ما عنده أي عمل، وخاصة مع كثرة هذه الشبهات التي تتخطف الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فلابد أن الإنسان يتعلم من أمر دينه، لأنه الإنسان بعد هذه الأيام تحت الجامعة والتعلم الآخر يمرق يواجه المجتمع، تلقى في المجتمع يعني من عنده الشبهات ومن عنده الأمور التي تصرف الإنسان عن عبادة الله. زول تلقاه جاي من أهله ما شاء الله بيصلي ويصوم وكذا، بعد شوية يقول لك الشغلة دي خلاه وبقى ما بيؤمن بالله ذاته. المهم فالعلماء قالوا تتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله، إنه الله سبحانه وتعالى موجود، ودع زي ما قال الشاعر وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. لكن لما كان إبليس قاعدا لطريق الإنسان في الجنة صار يشككه في أوضح المسلمات، إبليس والجنود بتاعنه صار يشكك الناس في أوضح المسلمات. وجود الله سبحانه وتعالى هذا لا يحتاج إلى دليل، لأنه لو أي بني آدم فكر بعقله أي فعل أو أي حدث لا بد له من فاعل أو محدث، ده بمنطق بسيط. فلا يمكن أن يقول إنسان مثلا أن هذه الداخلية جاءت في هذا المكان وبنيت في هذا المكان صدفة أو من غير بان لها، ولا يمكن لهؤلاء الشباب والطلاب جاءوا وجلسوا في هذا المكان صدفة ومن غير جامع ولا علة، فده أصلا ما بيقول إنسان عاقل. لكن للأسف الشديد إبليس جاء لناس ورطهم خلاهم يقولوا الله ما في، ولا ما في الكلام ده، قاعدين موجودين مالين البلد دي وغير البلد دي، زول يقول لك الله ما في، وانت دليلك شنو على الموضوع ده؟ قال والله في حاجة اسمها داروين، نظرية داروينية. أنا ما بتكلم عن سياسة، أنا بتكلم لك عن عقائد موجودة في البلد دي، في إمتى وفي الجامعات وفي غيرها، ونحن شباب عايشين الموضوع ده. فده يجي يقول لك ده، قال أصل الإنسان كان عبارة عن حشرة في مستنقع قزر. طيب تقول لها ود الحلال، الحشرة دي جات من وين؟ يقول لك كانت خلية أولية. طيب الخلية دي كانت وين وجات من وين؟ وقبل الخلية الأولية ماذا كان يوجد؟ لكل أسئلة بنسألك ليه؟ ما بيعرف. شكد ربنا سبحانه وتعالى ناقش هؤلاء نقاشا علميا وعقليا ومنطقيا، قال في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء، هل أوجدوا من العدم أم هم الخالقون، أم الإنسان الذي كان عدما أوجد نفسه، والعدم ليس بشيء فلا يستطيع أن يوجد نفسه، أم خلقوا السماوات والأرض أم الضعيف يستطيع أن يخلق ما هو أقوى منه. شكد ربنا قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون. شكد الإمام ابن كثير في سورة البقرة عند قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال في طائفة اسمها السمنية من الهند، الناس ديل أهل الهند ديل كانوا بينكروا وجود الله،
بيقولوا الله ماف. وجاء ناظر الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكان إماما من أئمة المسلمين، وكان ذكيا فطنا رحمه الله، قالوا له دارينا ناظرك في وجود الله. قال لهم تعالوا لي بعد كم يوم كده. فجاءوا لقوا الإمام بفكر، قالوا يا إمام جئناك للمناظرة، فيما تفكر يا إمام؟ قال أفكر في أمر عجيب. قالوا وما هذا الأمر العجيب؟ قال أفكر في سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع وتجوب البلدان، ثم تعود من حيث أتت وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان. فقالوا له أجننت يا إمام؟ أيفكر في هذا عاقل؟ فقال لهم أقول لكم سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتأتي البلدان ثم تعود من حيث أتت وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان، وأنتم تقولون أن هذا الكون بسماواته وأرضه وأشجاره وجباله وبحاره ليس له خالق ولا صانع، فأينا المجنون؟ شان كده واحد من الجماعة ديل بيعلم في الطلبة للحاج، ودائما يا أخواننا الإنسان سمعه ده ما يسلم ولا يزول، قاعد يتكلم وبيقول لك نحن طبعا ناس ماديين وكده وعندهم نظريات فارغة ساكت. المهم فبيدرس في الطلبة، أشوفه على الصغار لكن على الفطرة الصحيحة، قال لهم يا تلاميذ أترون السبورة؟ قالوا نعم. قال لهم السبورة موجودة إذن. أترون القلم؟ نعم، إذن القلم موجود. ترون الكرسي؟ إذن الكرسي موجود. قال لهم أترون الله؟ طبعا قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. واحد من الأولاد ديل قام فوق بنفس المنطق بتاعهم، قال لهم يا تلاميذ أترون السبورة؟ قالوا نعم. قال إذن السبورة موجودة. أترون القلم؟ نعم، إذن القلم موجود. أترون الكرسي؟ نعم، إذن الكرسي موجود. أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. فدم المنطق بتاعك ده المنطق، عرفته؟ ولولا أن نخرج عن يعني موضوع المحاضرة لا فصلنا في ذلك أكثر، لكن يا أخواننا كله يراد به ضرب المسلمين وهز عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى، لأن أعداء الدين يعلمون أن قوة هذا الدين كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فلا بد الإنسان يفتخر، وحتى أنت لو خشيت كليات راقية جدا ده ما معناه أنه ما تتعلم الدين، ولا معناه أنه زول اللي بيتعلم الدين تخلف، ولا معناه أنه زول اللي بيحفظ القرآن ما حيقدر يتقدم ولا يكتشف اكتشافات. كل هذا من التشويش والتشويه الذي يفعله أعداء الدين ليشوهوا صورة الإسلام وليصدوا شباب الإسلام عن تعلم دينهم الصحيح. شنو يعني يوم من الأيام زول حافظ قرآن ولا تعلم آية أو تعلم فقه أو بلغ الناس دين، حصل يوم خشى لاب ولا معمل، المعمل قفل في وشه، قال لو أنت متزمت ومتشتت وأنت إنسان كفاية ورجعي أمرك برة، ما حصل. لكن دي كلها شبهات يصد بها ويعوق بها الناس. فالأمر الأول الإيمان بوجود الله، الأمر الثاني الإيمان بأسماء الله وصفاته، قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء إحصاؤها معرفتها وحفظها والعمل بها وسؤال الله بمقتضاها. يعني لو وقعت في ذنب تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. لو انت قاعد في الجامعة وقاعد براك ومعاك البيت في الجامعة، ها تعلم ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، ما تقوم تاخذ لك نظرة من قصاد الطاقة؟ ما ده التعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الاسماء. فيعلم الإنسان أن الله الرقيب المطلع عليه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، ويثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله جل وعلا، من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل. الأمر الثالث الإيمان بربوبية الله، وده ما كان في ناس كتار عندهم فيه مشكلة إلا ما كان من هؤلاء الملاحدة الدهريون أو
من إنكار بعض الناس مع علمهم ويقينهم بأنهم على باطل. فرعون لما قال لموسى عليه السلام قال من رب العالمين، كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، إنه ربنا الخالق والرازق والمحيي والمميت. يا أخواننا ما كان المشركين عندهم فيها مشكلة كبيرة. ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آيات أخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. فما مشكلة أبو جهل إنه بقى مشرك لأنه قال في غير الله بيخلق، أو غير الله بيدي الجنة، أو غير الله بيعلم الغيب، أو غير الله بيتصرف في الكون، أو غير الله بيعوج الحنك إلى آخر. لا لا لا، دي ما كان مشكلته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون. اللي بيقولوا ديل ما الصحابة، ديل ناس أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وهؤلاء صناديد المشركين. فسيقولون الله، أي الله فعل ذلك بعد ما دخلوا الإسلام. يا أخي الرزق بيقول لك عند الله، المشركين ديل ذاته. قل من يرزقكم من السماء والأرض، ربنا تحداهم بأربع حاجات: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا سبحانه وتعالى هو وحده المتصرف في الكون، العليم بالغيب، ربنا سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر في السماوات والأرض. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الذي يستحق العبادة الله جل وعلا. ما ربنا قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ربنا سبحانه وتعالى قال أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فيعدد الله سبحانه وتعالى النعم على العباد حتى يعلم العباد أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المتفضل عليهم. بعد كل يا أخواننا لابد نعلم مسألة مهمة، إنه الموضوع ده لا إبليس غالت فوق ولا أبو جهل كان دي مشكلته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن إبليس لما أبى أن يسجد لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان يعلم ويوقن أن الله هو الخلقه وهو الذي خلق آدم. فده أخوانا ده مهم، لكن براه ما كفاية حتى تضم إليه الأمر الرابع وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة وحده لا شريك له. وده معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله. ما هو الدليل؟ ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبي الله عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلى آخر الآيات. أنه قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، العبادة دي حقة الله. فأول أمر في الاستقامة التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء وجميع الرسل والأنبياء ليستقيم الناس على هذا التوحيد، ده أول أمر وأعظم أمر. وهذا الأمر عنده من الفوائد العظيمة أنه سبب لمغفرة الذنوب، الاستقامة على التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس فيما يرويه
النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فاشترط الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث ألا يشرك الإنسان بالله شيئا. بعدين أخواننا زول يمسك له في مخلوق يدعوه في الشدائد ويخاف منه ويرجوه النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان ضعيف زول تلقاه ميت خاتنه في قبة تحت ولا عامل له قبر ومزار وناس بيعتقدوا فوقه، والإنسان ده ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أزول البنادي له مخلوق عشان يديه ولد ولا يجيب له رائحة ولا يشوف له العرس ولا يديه حجاب بتاع قراية ولا حجاب بتاع محبة زي ما داك قال أملانا محبة ورشنا رش، المهم عرفتها. فده زول ميت ما عنده حاجة ما عنده التكتح، عشان كده ربنا قال لك إلا كباسط كفيه إلى الماء. ابن الجوزي رحمه الله أورد تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنسان واقف في البير واقف بفوق وما ديدينه للموية في قعر البير بدل ما ينزل له دلو أو جركان أو حاجة عشان يرفع الموية، ما ديدينه للموية عشان الموية تصله، قال ما ممكن تصله. أو كباسط كفيه إلى الماء، زول دار يشيل الموية كده ويشرب ما بتشرب. ربنا قال: وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وربنا ضرب لها مثل ثاني، ربنا سبحانه وتعالى قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل شنو؟ العنكبوت اتخذت بيتا. كده يتخيل السقط الشديد اللي بيجي في البلد دي، الناس راكدة تحت البطاطين والزول اللي قاعد له في بيت مقفل تمام، وانت شفت له بيت بتاع عنكبوت ها؟ زول تلقاه مضاري يقول لك والله انا بستحمى واخش في بيت العنكبوت ده ان شاء الله سقط ما بجينا. هل ده بحلك من السقط؟ هل ده لو جات سخانة بضاريك؟ هل ده لو جاء مطر بضاريك؟ ربنا قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وبعضهم قال كما قال بعض المعاصرون إنه العنكبوت بعد ما يلقح الذكر بتقتل الذكر، وبعد ما هي تولد الصغار بيقتل أمه. ده بيت في غاية من التمزق وفي غاية من الوهن والضعف. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ربنا سبحانه وتعالى وصف العباد بصفات النقص اللي بيدعو من دون الله. الليلة بتلقى في حاجات بيسموها مدايح قصائد أغاني يا ما عندها علاقة بالمديح كويس، بتلقى كلام فيه باطل وغلو وشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول لك: سلام عليك أحمد يا حبيبي، سلام عليك يا مسكي وطيبي، سلام عليك يا كاشف الكروب، سلام عليك يا غافر الذنوب. ده مخالف للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يغفر الذنوب، أي لا يغفر الذنوب إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث شداد بن أوس: من قالها من الصباح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها من ليلته فمات دخل الجنة. حديث: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه شنو؟ لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأما كشف الكروب، ربنا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شكذا ربنا قال: فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
وربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والله الناس اللي بينادون دي الناس ضعاف ومساكين، وهو ذاته اللي بتلقاه بينادوا من دون الله في البلد دي وغيره، بتلقى بعض مرات عنده حمى او عنده حصوه او تلقاه عينه معوقه او تلقاه سمعه ثقيل، في التلفون يقول لك يا ولدي ارفع صوتك، ابويا الشيخ انا داير فتوى، يقول لك يا ولد ارفع صوتك. طيب انت بتنادي من اخر البلد كيف يعني؟ اسمعك كيف؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، من دونه يدخل فيها الرسل والانبياء والملائكة والجن والصحابة والصالحين والطالحين وكل الخلق. ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون، ما عندهم من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمعك. في ناس لكن ما بيسمعوا الكلام ده، القرآن ده ما بيسمعوا، يقول لك هذول بيسمع. طيب بيسمع. ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما بيديك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ده شيل بمرقك الزول إذا خدت الطريق ده، ده ما استقام على منهج الله، وده ما عنده بشرة لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هذا عنده من بشرة السوء ما قص الله في سورة الأعراف. ربنا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي من العذاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، ودي جملة شرطية تبين الحال في ذلك الموقف، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وين يا فلان ويا أبو يا الشيخ وتنجدونا والصالحين وبقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسي لي كرعية، وين؟ أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. في الدنيا في علاقات وقرابات ومصالح إلى آخر، في الآخرة كيف؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، إذا أدركت الأمة الأخيرة الأمة الأولى في جهنم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. في الدنيا هنا لو جد بينت له التوحيد والاستقامة على أمر الله بجرع عكاز ويجيك يقول لك هوي أوعى من الفقراء حقنا نديل، وفي الآخرة هناك كيف بالشاكل معه هو ذاته، قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، يا الله اديهم زيادة لأنه ديل ورطونا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. العلماء قالوا عندها معنين، المعنى الأول الجمل ولد الناقة ما بخش في قد الإبرة، والمعنى الثاني أنه حبل السفينة ما بخش في خرم الإبرة، يعني مستحيل يخش الجنة. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، وهم في جوا جهنم عذاب وأنواع من النكال. ليه؟ لأنهم خلوا ربنا سبحانه وتعالى ومسكوا في العبيد، مسكوا في العبيد. ربنا سبحانه وتعالى قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، ورطة كبيرة. ولذلك يا أخواننا الإنسان لا تجامل في دينك أحدا، لأن الحياة حياة واحدة ولأن الفرصة فرصة واحدة، فيستقيم الإنسان على طاعة الله ولا يجامل في ذلك. للحديث بقية إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، جزاكم الله خير. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله في من قطع من حديث
وتأكيدا لما ذكرنا، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقد جاءه رجل فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ بعدك، قال العلماء ومعنى ذلك أن يكون هذا اللفظ كافيا وشاملا يعطيه أو يغنيه عن كثير من الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وهذا يوافق قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، وأيضا هذا يوافق تفسير ابن عباس وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما في تفسير الاستقامة أولا بالتوحيد وإخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نهى أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن أي ليبطلن عملك، أي يذهب أجر أعمالك وتحبط هذه الأعمال ويفسد أجرها، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وزي ما قلنا يا أخواننا إنه الذي كان فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم هو توحيد العبادة أو ما يسمى توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. شكد ربنا ذكر عن المشركين أنهم إذا وقعوا في الشدة كانوا يخلصون الدين لله والعبادة لله، وإذا كانوا في رخاء أشركوا بالله. ربنا قال في سورة العنكبوت فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، كما قال الله تعالى في سورة الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فكان المشركون في الرخاء يشركون بالله، وإذا جاء وقت الشدة أخلصوا الدين والعبادة لله. وذكر العلامة ابن كثير رحمه الله في التفسير سبب أو قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة بقى صحابي وإن كان أبوه فرعون الأمة، لما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فركب البحر، فلما هاجت الريح بالسفينة التي ركبها عكرمة صار المشركون يخلصون العبادة لله ويدعون الله، يقولوا يا الله يا الله يا الله. فتنبه هنا عكرمة وقال لئن أنجاني في الشدة لينجيني في الرخاء، والله لئن نجاني الله لأسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج أسلم. إذا ربنا سبحانه وتعالى في الشدة مرقني فكيف الرخاء ما يمرقني؟ عشان كده ابن عباس نبي صلى الله عليه وسلم أوصاه فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. قال العلماء ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله أي في أوامره فأتمر بها وفي نواهيه فاجتنبها، يحفظك أي ربنا بيحفظك، يحفظك في عقلك، يحفظك في بدنك، يحفظك في عمرك، يبارك لك في وقتك. احفظ الله يحفظ، احفظ الله في بصرك، احفظ الله في سمعك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي لفظ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، لما تكون داير حاجة تطلبها من ربنا سبحانه وتعالى. وإذا استعنت أي طلبت العون فيما لا يقدر عليه إلا الله،
وفي أمور يا أخواننا يجوز فيها الاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله، وذلك فيما يقدر عليه ابن آدم. يعني شنو؟ مثلا زول حرامي أو همباتي دار يقلع قروشه في الشارع، يقوم ينادي زول يستعين به زول، فده ما فيه مشكلة، يكون زول قادر إنه يقيف معاه ويمرقه من الورطة اللي هو فيها، ويكون هذا الإنسان حي ما ميت، ويكون حاضر ما غائب. فإذا كان بهذه الشروط الثلاثة جاز لك، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالشاهد أن هذه الاستغاثة والاستعانة تجوز، أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فربنا سبحانه وتعالى منع أن يستغاث بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولذلك قال: إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الاستقامة يا أخواننا مهمة وعظيمة وفوائد وثمرات كثيرة، ولعلنا أن نقول أن كل ثمرة طاعة يمكن أن تكون أو أن نقول هي ثمرة للاستقامة، وكل فضل في الاستقامة. يكفي أيضا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله مستقيم، وإمام عادل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إلى غير ذلك. ولذلك يا أخواننا الإنسان لابد يستقيم على طاعة الله، والموضوع ده ما صعب للإنسان، لكن كيف يحققه؟ أولا بإخلاص النية لله، تخلص النية لله، لأنه الاستقامة إنه تخلي عملك على وفق الدليل، يعني بس الله قال شنو والرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو، بفهم الصحابة تطبق طوالي. فإذا كان هناك عارض أو شبهة تمنع الإنسان من الاستقامة، ما تقلد دينك أحد، ولا تقلد أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة تخلص العبادة لله، ربنا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثانيا يستقيم الإنسان بالعلم، والعلم يا أخواننا الناس مهتمة بعلم الدنيا، وعلم الآخرة هو أشرف العلوم، أشرف العلوم علم الآخرة، وهو أعظم العلوم. والعلم يا أخواننا بتاع الآخرة ما كله إنه ما واجب عليك تتعلمه، العلماء قالوا العلم أنواع، في نوع فرض عين واجب عليك تتعلمه، زي شنو؟ زي العقيدة نمرة واحد، تصحح العقيدة والتوحيد، وده أهم علم. ربنا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، علم. ثانيا تعلمك للفرائض أو ما أردت أن تأتي من عبادة، ماشي تصلي لابد تتعلم الطهارة، تتعلم الوضوء وإلى آخر. رمضان قرب، لابد تتعلم أحكام الصيام، ربنا أداك قروش ماشي تحج، لابد تتعلم أحكام الحج عشان ما تكون العبادة مردودة عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني أي عمل ما على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم باطل، مردود، فاسد، غير مقبول. فتعمل الأعمال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ذلك بالعلم. فده أخواننا يدخل فيه العلم. الإنسان داير يجي يتزوج لابد أيضا تتعلم، وهكذا. فالعلم مهم للإنسان، والعلم سبب من أسباب الثبات على الدين وعلى الاستقامة. وأيضا لا يمكن للإنسان أن يبين للناس الحق والخير من الشر ما لم يكن ذا علم، فلا بد يا أخواننا من العلم. أيضا من الأمور التي تعين
على الاستقامة يا أخواننا أن يجتنب ويبتعد الإنسان من باب الشهوات ويقبل على الطاعات. والحقيقة المرة التي تقال أن ما في المجتمع إلا ما رحم ربي وقليل ما هو يدعو إلى الفساد والباطل. كويس، للأسف الشديد المجتمع النت مفتوح، الشلة بتاعتك لو خشيت معهم في جروب في دفعة أو غيره دار تستفيد يرسلوا لك مقاطع سيئة. كويس، يؤذوك ويأمروك بالباطل والمخالف للدين. وإذا ماشي لطاعة يصدوك عنها، ده غير اللي بيلاقوا الناس في الجامعة الاختلاط، زول تلقاه جاء من أهله ما شاء الله محافظ على الصلوات وإنسان ماشي عديل ولا يعرف الانحراف، زول في سلوكه قويم وأخلاقه تمام وزول كلامه ذاته كلام موزون وكلام بتاع رجال، يخش الجامعة يقعد له فترة بعد شوية تلقاه يتغير كله. أول حاجة بيبدأ بها يومه مما يقوم من الصباح يدق تلفون للقاعدة مع القاعد معاه في الجامعة. كويس، طبعا بالليل بيكون كمله 12 كرت، تلقاه قاعد في جحر بالليل وينضم لغاية 3 صباح، وبعد ذاك يقول بنكمل الونسة بكرة. انت خليت فيها حاجة، عرفتها؟ المهم بعد ذاك يمشي الجامعة هناك ويعرض نفسه للفتن وللمصائب والبلاوي والاختلاط، فيضر نفسه ويقع في المعاصي ويضيع حقوق الله سبحانه وتعالى. فلا بد يا أخواننا الإنسان يختار الصحبة الصالحة التي تأمره بالمعروف، ودي أحسن صحبة. شفت الزول اللي بيقول لك اتقي الله ده، ها بيقول لك يا زول خاف الله، الشارع الماشي فوقه ده ما كويس، أنا إحنا واقعنا بقول إنه الشباب ما بدور الزول ده، يقول لك الزول ده بتاع تشغيلة وشنو عامل لنا فوق مولانا وعليك الله خلينا نعيش شبابنا إلى آخر. فده خير لك، خير لك، عشان كده ربنا قال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، وربنا سبحانه وتعالى قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال العلماء في تفسير هذه الآية عندها سبب نزول، وطبعا يا أخواننا سبب النزول لا تتوقف عليه القصة، يعني ما بنقول بس الآية نزلت هنا خلاص الموضوع انتهى، كما قال العلماء علماء الوصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه عقبة ابن أبي معيط، وكان بتاجر رحلة الشتاء والصيف لما يجي راجع بيقوم بيعمل وليمة ينادي أهل مكة، وكان ذلك في بدايات الدعوة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم، وكان العرب فيما الكرم فأسلم. فجاءوا أبو جهل وفي رواية أبي قال له أسلمت لا أرضى عنك حتى ترد على محمد دينه، وفي بعض الروايات أنه قال حتى تبصق في وجهه، ففعل فنزلت هذه الآيات. وفي بعض القراءات أيضا ليتني لم أتخذ أبيا خليلا، لقد أضلني عن الذكر القرآن بعد إذ جاءني، ربنا قال وكان الشيطان للإنسان شنو خذولا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلماء وهذه شكاية النبي صلى الله عليه وسلم قومه يوم القيامة، في ناس النبي صلى الله عليه وسلم بيشكوهم ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يقول لا المعقد خليك قاعد، أظن هناك في حاجات عجيبة يقول له وفي كريمات ظهرت وبتاع، انت قاعد ليه بيجاي قاعد مع العزابة ما عندك صحبة بيت، ده زول معقد ساي يقول لك ده يورطه لغاية ما يجرك للمعصية وما يغشك، يقول لك والله
زي أختي واحد كذاب والله، والله أختك ما بتقعد معاه قدر ده في البيت، ولا لو أبوك قال لك طلع لها رقم وطني ما بتمشي معاك في الشارع جنبك، كون ورا هناك ما تمشي يا كراتينا، صح ولا ما صح؟ هنا يقعد يضيع زمنه في الجامعة كويس. وصنف آخر يضيع بالشبهات، أرح معانا ونحن عندنا لمة ظريفة ونفتكر ونرى وننبسق، وده الموضوع تاني، واحد يطلعك بإيجاب تقول الله ماف، واحد يطلعك بتقول عذاب قبر ماف، واحد يطلعك بطريقة، واحد يطلعك مظاهرات، وكله كلام فارغ ساكت، فهمت؟ فما تباريهم ديل كلهم، ما تباريهم. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. عشان كده في قصة موت أبي طالب، وأبو طالب دافع عن الدين، وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم 3 سنوات، أبو طالب واقف وقفة في الدين ده مع أنه كافر، واقف وقفة شديدة، حتى قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، فلقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كما يقولوا زول ده سمع الودى صغير والدخول صغير وغير دينه، آخر حياته كان أنا بقيت مسلم، ده كلام أبو طالب. الورط شنو؟ حديث في البخاري، حديث المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب قال لما حضرت أبو طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يقولان ترغب عن ملة عبد المطلب، تخلي دين أبواتك. قال وهو يقول له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. قال فما زالا يكلمانه حتى قال آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأخوانا الصحبة السيئة بتورطك، وبعدين الآخرة الناس ما بيحاسبون جماعات، تجي براك يحاسب كل إنسان على ما عمل. فلا تجامل في دينك، وفرصتك واحدة، ربنا قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربنا قال شنو؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ربنا قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فرجع ماف روحك واحدة. فالإنسان يا أخواننا ما يلعب بروحه. وأنا أديك النصيحة، شفت الزول اللي بيتعب هنا ده، بيتعب هنا ده، ها؟ وطبعا الغالب في المشاكل يا أخواتنا، المشاكل حقتنا نحن الشباب هي المشاكل بتاعت البنود دي كويس. اللي بيتعب هنا في الدنيا دي بيتعب. القرطبي، الإمام القرطبي رحمه الله أو بعض العلماء قالوا أن الإنسان الذي يقضي شهوته في الحرام من شهوة النظر والاستماع، يسمع في الأغاني والمحرمات ويستلذ بها ويستمتع، يقول لك أنا لما أقرأ وأخذ الحد هنا الشيد ده كله بفهمه، بس أخذت الحد هنا بس، يقول لك كويس تستمتع بجاي، قال لك بتنقص من استمتاعك بالحلال. فإذا وقع الإنسان في الحرام الأكبر حصلت له من الحسرات ومن الألم ما ينغص عليه الحلال. عشان كده بتلقى في ناس غربوا في الحرام ده وما دارين الحلال نهاية، مشوا بعيد. وكلما غض الإنسان بصره
كان ذلك أجمع لقواه ليقضيها في الحلال. ودي بعدين أنت لما تتزوج بتعرف مشاكل كثير من الناس المتزوجين في الموضوع ده. يقول لك النازل حياته الجنسية حياة فاشلة، المرأة مشت المحكمة فضحته هناك وقالت له طلقني. ليه؟ لأنه كان في قبل ما يعرس كان عنده دريبات، عرفتها؟ فالإنسان إذا استجمع شهوته دي، احنا بنقول لك كلام ده بالتجربة، ها؟ إذا استجمع شهوته إلى الحلال يكون ذلك فيه غض البصر وتحصين الفرج واستجماع الرجولة والفحولة، وهذا يعود عليه بالطمأنينة والسكن في دينه ودنياه. أما زول اللي بيمشي يفتش بيجاي وعاين بيجاي والشغلة دي ما عند أحد، سنة أولى تلقى سيمستر الأول مع واحدة، مع أيام الامتحانات بيشرح مع واحدة، والسيمستر البعدية بواحدة، شغلته بقى جاي طوراس وضارب. في واحد بيكون مسكين جادي تلقاه يقول لك والله البدي لما اليوم هذيك ما تجي الجامعة، والله الجامعة دي بتبقى علي صفرة. يا زول انت مالك في شنو؟ لأن يا أخواننا وقع في مشاكل زي دي، فيبعد الإنسان من طريق الحرام، تبعد من طريق المعصية. وربنا سبحانه وتعالى ما قال للناس ما تزنوا، ربنا قال ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا عنده أسباب، عنده سمع. واحد تلقاه ويسمع كده يتأثر، في ناس بيسمعوا الغنى ده بيسجدوا للفنان ولا ما في يا أخواننا؟ كلام ده فيه ولا ما في ناس واحد بس داري عين، وهكذا واحد تلقاه بيمشي يتلصق جنب البنوت في الجامعة ولا ده برضو ما في؟ فواحد تلقاهم محترمين يقول لك ديل العزابة بغادي، فهمت؟ وفي واحد يمجنهم يتلصقوا مع البنوت، كويس؟ داري قضي عنده شهوة، داري قضيها. فده كل يا أخواننا يعود عليه بالحسرة، وهذا يعود عليه بالندام، فيبعد الإنسان مما يدعوه إلى هذا الباطل، يستقيم على ويريح قلبه. قلبك ده بيكون مرتاح، بتكون مرتاح. لكن انت لما تفرق همك وتبحث عن السعادة في معصية الله سبحانه وتعالى لا تجد من ذلك إلا الألم والحسرة، ويعاملك الله سبحانه وتعالى بنقيض قصدك، بنقيض قصدك. عشان كده دائما بتلقى الفنانين والجماعة دل في القديم والحديث عندهم من العذاب. انت ما سمعت ذاك بتاع ليلى ذاك قال شنو؟ قال أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار ملكنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يتخيل زول بقى يبوس في الحيط، يا زول مالك في شنو؟ يقول لك وما حب الجدار ملكنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. بتوصلوا لحاجات زي دي، توصلوا لعد النجوم، أنا الليل ما بنوم وبعد النجوم، توصلوا للمشكلة وداك توصل لنوم، مصائب كثيرة، مصائب، فهمت؟ وداك قال عرس بس تاني ما دارين أي موضوع زي ده، فهمت؟ وهوس كثير والله. فأنت ما لكم على العذاب ده، زي ما قال ابن القيم رحمه الله، قال فيرى العبد ما لا صبر له عليه وما لا سبيل له إلى الوصول إليه، لا بيقدر يحصله في الحرام ولا بيقدر يصبر عنه. يا أخي زحمنا، عشان كده الدين ده ريحك. قال لك ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أمشي يتقدم عديل دق الباب، يا فلان يا حاج فلان والله دارين بالتقدي، أمش عديل أدوك شاكوش ولا قالوا لك لغاية الجامعة تنتهي صوم، فهمت؟ واشتغل جكة وحاجات، مشي شغلتك واشتغل وجبتين وفول وحاجات زي دي لغاية ما ربنا يفرج عنك. لكن تقعد تتورط، تقعد تتورط وتخش لك في بلاوي زي دي، كويس؟ وفي عشق قد تحصل لك مشكلة ما تتزوجها، مشاكل كثيرة، كويس؟ يقول لك ده مرض وده خلى الجامعة وداك عمل فيها مشكلة وديل أولاد عم جوا في الجامعة ودارين يضربوا وكده، وتلقى في مشاكل كثيرة. وفي كمان ناس طاشين، في شباب بيجوا يلقوا الجامعة دي مفتوحة كده، بيجيهم صدمة كده عاطفية، الواحد يخش كده يمشي ليلة حاجة ما مستوى، يعني زول مسكين زينا هنا يمشي يشوف له واحدة شهادة عربية، ودي راجينا لذاك جاي من مغترب من أمريكا وبس راجينا تنتهي من الجامعة، ويقعد يتورط وكده، وبعد شوية يخلي الأكل ويخش في نفسيات، مواضيع طويلة. انت مالكم على الهوزة، كويس؟ فيا أخواننا والله ده سبيل سيء، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الشرع للناس والاستقامة الشرع للناس في
فيها الطمأنينة وفيها السكينة وفيها قضاء الحوائج بالحلال وفيها من المصالح العظيمة ما فيها. فهذا أيضا من سبل الاستقامة، إن الإنسان يا أخواننا يختار الصحبة الصالحة، وكذلك الإنسان يكثر من الطاعات، تكثر من الطاعات. وشوف أي حاجة الإنسان يطلبها يا أخواننا بالحرام ربنا ما بارك له فوقها، ما بارك له فوقها. زول يقول لك، تسأل واحد من الشباب تقول لي أنت مالك يا زول بتخلط، يقول لك والله طبعا نحن مشروع بتاع زواجنا مشروع، تقول دارين ابن اليوم سد، نحن مشروع زواجنا لابد أنا أفهمه وهي تفهمني، ما بتفهمه ولا حتفهمه ولا حتفهموا بعض ذاته، فهمت؟ إبليس بيغش فوقكم بس، وحتقعدوا تقضوا أيام الجامعة كلها، يجي كذبة أبريل تجي تكذب عليها، عيد الحب تمشي وكله كلام فارغ ساكت وباطل، عرفتها؟ وفي النهاية الأشي اللي بيعملوا الشباب ده هنا في النهاية بضرهم برضو لحياتهم القدام، حياتهم العاطفية. انت ما في النهاية لما تتزوج الموضوع ده ما قضى شهوة برا، فيه كلام كده وكده، لما تجد في الكلام المكانات دي من هسي، بعدين لما تجد فيك ما بتمشي فيها، يقول لك الشغلة دي قديمة، يقول لك النازل بتعين النفس، والله الشغلة دي أنا ما بكلمك لها، الدين يا أخواننا نتكلم عنها. لكن نحن لو جينا قلنا للناس الآيات والحديث، كثير من الناس ما بيسمعوا الكلام ده، إلا لما تيجي تقول له قال الدكتور النفسي كذا وكذا، ها وفي دكتور نفسي قال والله يا أخي الناس دي أصابهم برود عاطفي. تخيل دي مشكلة، ده مرض حصل، سمعت بموضوع ده ونحن في الملاريا بتاعتنا تقول له برود عاطفي؟ المهم ده سببه شنو؟ ده سببه الاستعجال الزي ده. فده سبيل يا أخواننا، سبيل يعني بعيد عن الفطرة وبعيد عن الشرع وبعيد عن الراحة والسعادة النفسية. كذلك من سبل الاستقامة أن يحافظ الإنسان على النوافل، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث من الفوائد إن أخوان الإنسان يحافظ على الفرائض، يحافظ على الطاعات، الصلوات الخمس، صيام رمضان إلى آخر، ويكثر أيضا من النوافل. ودي أخواننا مرحلة بتاعت امتحان، ربنا سبحانه وتعالى بيمتحنك أنت كشاب. يا أخي قال لك شاب نشأ في عبادة الله، قام كده في المساجد، وآخر دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، زي ما فعل سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. العلماء قالوا اجتمع في يوسف عليه السلام من أسباب المعصية، كما قال ابن القيم رحمه الله كثير من الأسباب بتاعت المعصية. يوسف، صورة يوسف، يوسف عليه السلام كان جميلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته ليلة أسري بي وقد أعطي شطر الحسن، وكان غريبا من بلدي، وكان يوسف عليه السلام خادما. العلماء قالوا الخادم، ابن القيم قال الخادم يدخل البيت بتاع السيد ويمرق من غير شبهة، ما الخادم لا يمكن يكون دار يجيب موية ولا دار يمشي احلب اللبن إلى آخر. قال: وامرأة العزيز هيأت المكان، وهي التي دعته، وكان أعزبا لا زوجة تكسر شهوته. شوف أسباب المعصية دي كانت متوفرة توفر عظيم. فماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال: معاذ الله، استعاذ بالله، ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى. لكن يا أخواننا ما ممكن زول يقول معاذ الله ويمشي يسلم لي على واحدة، ولا يمشي يقعد في نص الشلة، فهمت؟ تبعد وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنك هذه المعصية وتفر. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فاستعاذ بالله فأعاذه الله. فالإنسان يا أخواننا يحتاج إلى هذا الصبر كصبر يوسف عليه السلام. شوف العاقبة بقى شنو العاقبة، أن يوسف عليه السلام صار هو الملك،
وأن يوسف عليه السلام آتاه الله من العلم من تأويل الأحلام والأحاديث، لأن أخواننا الإنسان اللي بيبعد من المعصية ربنا سبحانه وتعالى يورثه العلم، وكما ينقل عن الإمام وكيع يا شيخ الشافعي لما قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالإنسان إذا ابتعد عن هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له أموره في دينه ودنياه. وهناك يعني مسائل أخرى أفتح المجال للشيخ أحمد البدوي يفصل فيها إن شاء الله، فليتقدم مجزيا مشكور.